مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من شوط إضافي لليوم نخصصها للحديث عن صفقات نادي برشلونة والميركاتو المميز للفريق الذي تمكن رغم الأزمة الاقتصادية من التعاقد مع أسماء كبيرة، آخرها كان البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونخ الألماني. إذن رغم تعاقده مع روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني لسبعة مواسم، فإن برشلونة على ما يبدو لم يكتفي بالصفقات التي أبرمها في سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم حتى الآن، فتصريحات مسؤولي الفريق تؤكد أن البرشا مستمر في السعي لإضافة المزيد من اللاعبين إلى تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز خلال الأسابيع القادمة، وخصوصا في الصفوف الخلفية بعد أن امتلأ خط الهجوم بترسانة من اللاعبين المميزين. لكن هل أوجدت الإدارة الكتالونية برئاسة خوان لابورتا التوازن بين متطلبات الفوز بالألقاب المتمثلة بالصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي بتعاقده مع ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينا من جهة، وتحسين وضعه المالي المتأزم بسبب الديون المتراكمة من جهة أخرى؟ من الدوري المحلي كل الظروف اكتملت في البوابة الهجومية وفي بوابة خط الوسط، ولكن المشكلة الآن إذا لم يأتي لبرشلونة لاعب ظهير على الأقل ولاعب مدافع إلى جانب كريستنسن وإريك غارسيا وأراوخو، وإلا ظروف برشلونة مكتملة للمنافسة، ولكن يبقى أن نذهب من الورق إلى التطبيق. نعم. سؤال أخير وباختصار لو سمحت عروة، يعني لاعبو برشلونة الذين قدموا مؤخرا ليفاندوفسكي ورافينا يقولون نتطلع لمواجهة ريال مدريد، باختصار وبموضوعية، هل اللاعب يأتي لبرشلونة كارها لريال مدريد قبل أن يحب برشلونة؟ هلا في حب للكلاسيكو اول شيء، في هي الشهره، الدوري الاسباني اخذ طابع كثير كبير، وهذا اللي بيجعل مو بس اللاعبين الشباب او المتوسطين في العمر، بيجعل ايضا النجوم والاساطير انه يرغبوا يكونوا موجودين اما في ريال مدريد او برشلونه، ولكن من يتوجه الى يعني من يريد او يقول لك حلمت في يوم من الايام ان ارتدي قميص برشلونه، اي انه يكون العداء مباشره، وطبعا العداء الرياضي، عداء الفوتبول يعني لريال مدريد، وهذا سيعطي طعم آخر، يعني بوجود أسماء أيضا مهمة في ريال مدريد، معناها الكلاسيكو اللي راح نشوفه، ما نحن يعني يوم السبت راح نشوف كلاسيكو ودي، ويقول لك بأن نادي برشلونة سيبيع نصف، يعني سيأتي بنصف مبلغ ليفاندوفسكي فقط من مبيع قمصانه خلال المباراة وبعد المباراة. أشكرك جزيل الشكر الإعلامي الرياضي عروة قنواتي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك، وكل تقدير لكم مشاهدين على طيب المتابعة، دمتم بألف خير.